السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي شدني في الفيديو ده يا جماعة حبيت أتكلم عليه، إن الحرامي اللي أنتوا شايفينه في الفيديو ده دخل يسرق، بس لما شاف المصحف عنده تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى، فقبل المصحف وركن وكمل سرقه. في حاجات كده حدود لا يتعداها الإنسان، عنده بواقي إيمان في قلبه، مش قلبه ميت خالص، لا، في بواقي إيمان في قلبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو ذر الغفاري: ما من عبد يقول لا إله إلا الله ويموت عليها إلا دخل الجنة. سيدنا أبو ذر الغفاري قال له: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ أي السرقة؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. في المرة الثالثة قال: وإن زنى وإن سرق؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. في حديث ثاني متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من يموت من أمتك على الإسلام دخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ فقال جبريل عليه السلام: وإن زنى وإن سرق. ما تقولش الإنسان ده خلاص ما فيش فايدة منه، ممكن في لحظة يتوب ويكون أفضل منك. والله سبحان مقلب القلوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. بنشوف كثير من العصاة وفجأة يقول لك فلان تاب وبقي إنسان كويس، من عند الله سبحانه وتعالى الهداية. شوف الرجل ده بيسرق بس عنده تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه يا رب، وتكون آخر سرقة لي، ويجعله من الصالحين، ويجعلنا وإياكم من الصالحين، ويجمعنا مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.